قال لي ما كنعرفكمش ما كنعرفكمش ما تمشيوش عندي وعاد ما نمشيو عاورونا عاد ما نمشيو ونمشيو الا بغيتي نمشيو للبحر دينا للبحر بغيتي نمشيو للحف دينا للحف بغيتي ما عندناش حل الا الزنقه وغنبقاو في الزنقه تديروا لنا حل وهذه الرساله كنوجهها وكنعاود نوجهها للملك محمد السادس وقلت لك الاولاد الشعب اي واحد غيتفرج في هذا الفيديو غيشوف العائله واللي كيعرفوها غيدير لك الكومنتير بان هذه العائله متضرره اننا ما كنكذبوش حنا كذبونا ملي كنا مع الناس كنا كنخرجوا مع الناس كنديروا مظاهره ولكن كذبونا كيقول لك لا امراه عازبه لا امراه مطلقه وحنا جبنا لهم الدليل جبنا لهم العائله كلها بالشخص اخوه هذا في سن الزواج الاخر في سن الزواج الاخر في سن الزواج ما بغينا حتى حاجه من غير حقهم سكنوا فيه تجمعوا السلام عليكم السلام عليكم انا من انا امراه من سكان كاريان سنترال انا من هذه العائله اللي متضرين ومضطرين بزاف رغم عن انني انا من السكان ديال كاريان سنترال مزوجه بوحدي في كاريان سنترال الزوج ديالي مميته وباه مزوج مرت الاب ما كانتش قابله استفاد الاب ديالو وهو ما استفادش بقيت انا وجوج ولاد بقيت انا وجوج ولاد الوقت اللي بقيت كنكري راجل مابقاش قاد على الكرا ولو عندنا مشاكل وقفنا على الطلاق قال لك انا مابقاش قاد على الكرا وقفنا على الطلاق وقفنا في المحكمه يعني هاد الولاد غيتشردوا عائلتي 14 واحد مرت با عندها خمسة الاولاد والام ديالي عندها خمسة الاولاد باستثناء اختي مزوجه بوحدها ريبوا لينا في 2016 الاب ديالي يلا خرج من السبيطار كان مريض يلا خرج من السبيطار دار عمليه سرطان البروستات خارج بشهر عيطوا لي عند خصو عيطوا لي في التليفون قالوا لي تعالى البراكه ديالك تهدمات البراكه ديالك دارك رابت والناس اللي عاشوا معنا الحادث غيعاودوا لك الناس اللي عاشوا معنا الحادث غيقولوا لك الحاله ديال الاب ديالي هو جا ولقى دارو ريبه ونهار شريبوا لينا ريبوا لنا نهار عيد المراه نهار 8 مارس 2016 والكاريان خليفه ريبوا لي نهار 10 مارس بالجمعه الناس كيصليو وجا الباشا ودخل القروه في الديور والناس كيصليو ما بقاش الناس قاعدين تيركزوا في الصاله كيف مشينا قالوا لنا غسريبوا 15 يوم وغادي ترجعوا عندنا راه حنا غنعطيكم حل جيبوا الحل المدني ولا كارطات ديالكم داك الشيء اللي درنا داو الاخ ديالي نهار 8 مارس داو الكوميساريه قالوا لنا غنطلقوه غير سالي الهدم غنطلقوه حكموا عليه بشهرين ديال الحبس كنتفاجئوا السيد غادي معهم غيرجعوا كنتفاجئوا انهم حكموا عليه بشهرين ديال الحبس ملي مشينا عند الباشا قال لك انا ما عنديش دخل مع السلطه مصورين واحد مقطوع عليه الراس كاينه غير الكنازه وهز حجره واش اللي ضارب راه يحيدوا لي الراس ويخليوا لي غير الكنازه ما يمكنش بقينا صابرين درنا عشش جاو حرقوهم لينا الاخ ديالي برك عند صاحبه الاخ الاخر برك عند خالتي الاخ الاخر دار عشه في الكاريان الاخوت الاخرين هذاك في الحبس الاخر مشى مسكين سافر لقنيطره يعني تشتتنا الاب ديالي بدا كيدير الشيمي هو كيصارع مشى للجماعه غيهضر مع الباشا جراو عليه سخف في الجماعه الا سولتي هاد الناس كاملين اللي كاينين في حي سعيده اولا دار الامان غيقول لك هاد العائله متضرره وهاد العائله من السكان ديال كاريان سنترال اصليين با كان رافض فكره انني انا نعطي فلوس ونستافد رافضها با مشى المسيره عمي كان مقاوم باقي دابا باقي حي عمامي اللي مشاو للمسيره ماتوا وعمي باقي حي مقاوم ملي كنهضروا على مع الاب ديالي على الكاريان كيقول لك كنموت انتشر لي داكشي بسبب الفقصه ديال الكاريان مات مشاو بجوجهم باللبس الابيض دخلوه عند الباشا قالوا ليه حنا خاصنا حل لهذا المشكل ديالنا حنا ما يمكنش غنبقاو في ديور الكرف بيد ديال اللي كنا مجموعين فيه قال لهم ما عنديش حل ما يمكنش يا صافي داكشي فات ما عنديش حل سيروا ديروا شهر ورجعوا عندي ملي درنا شهر كنتفاجئوا انه كمل الاستفاده مع الناس وزاد بحاله النهار اللي ريبوا لينا كملوا الترياب مشى كيحتفل كاري القبله في التيره علاش كتحتفل؟ كتحتفل على النصر بالنصر انك شردتي الاطفال انك شردتي الشيوخ انك حقرتي على الفقراء على الضعفاء راه الانسان كيتبعو غير واحد لكن كيتسالو يا ويلو ما كاينعش ما عاسك بشر 5 مليون مع 600 ديال البشر حنا ما كنطالبو حتى شي حاجه حنا ما كنطالبو حتى شي واحد يعطينا شي حاجه
ما بغينا دعم، ما بغينا فلوس، ما بغينا كنطلبوا حتى شي حاجه. خوتنا ما خدامينش، ما طالبينش انت الخدامي، ما بغينا غير السكنه. حنا كناشدوا جلاله الملك، كناشدوا ولاد الشعب الاحرار، كناشدوا الشعب الحر، والشعب اللي كان مشى للاستقلال، والشعب اللي مشى للمسيره، والشعب اللي كيحس بخوه، هو اللي كناشدوه باش يوقفوا معانا، باش يديروا معانا وقفه ووقفوا معانا. راه ما يمكنش لينا، من المستحيل كاين شي واحد وكيخرج الزنقه، هما حاجه انه يخرج الزنقه ويبرك فيها ويدير لافيسه ويبرك في الشمس وخرج الاطفال ديالو للشمس. راه ما يمكنش، راه الانسان اللي كان ساكن وكان مستقر ما غيبقاش يدور في الزنقه. ولكن بغينا نسكنوا، بغينا عطيونا غير حقنا، حنا ما طالبين حتى شي حاجه، بغينا غير الحق ديالنا. كيقولوا حنا مستافدين، يجيو يديروا تحقيق ويشوفوا هاد الناس واش مستافدين. الا حنا مستافدين ديونا للحبس، حنا ما خرجنا ما بقيناش كنخافوا، بغينا الموت، بغينا الموت، ولا يجمعونا كاملين ديونا العكاشه ويسكنونا تم. كاينه الماكله، كاين الشراب، كاين النعاس، كاين بنغطي ولادنا. وشحال الناس كيحاربوا الاغتصاب ديال الاطفال، ولادنا خارجين الشوارع. راه ماشي من المعقول هذا، واش ولادنا نخرجوا من الاغتصاب واش حنا نباتوا هنايا؟ غيعتقنا شي واحد؟ راه من نهارنا، من نهارنا غيجيو يهجموا علينا. حنا ماشي جينا ودوينا، حنا بغينا حقنا، حنا ما كنطالبوا بحتى شي حاجه. وجلالة الملك حنا بغينا حقنا. الى جلالة الملك انت كتشوف بان كيقولوا راه حنا مستافدين، جينا حنا حتى دير تحقيق، صيفط المسؤولين يديروا تحقيق علينا باننا مستافدين. انا خارج انا وولادي، انا غنطلق وعندي ورقه المحكمه ونوريهم لك على قبل هاد الولاد، حيت ما عندهمش فين يسكنوا. مشيت للمكازا، الله يخلف على الناس اللي داروا فيا خير، الله يخلف عليهم، الله يكثر خيرهم. سكنت، ولكن راه جيت قابلت با مريض، قابلت با كيدير الشيمي، انا اللي كنت مقابله، ما يمكنش ليا انايا غنمشي. الناس شافوني ما بقيتش كنجي، راه قالوا لي صافي الله يجعل البركه. عطونا غير الاستفاده ديالنا، وعيب علينا لا بقيتو شتو توجهنا، عيب علينا لا بقينا دق. حنا ما بقيناش بغينا ندقوا على المسؤولين، حيت المسؤولين دقينا ودقينا ودقينا. مشينا عند الباشا قبل كورونا، قال لك انا ما عنديش علاقه، انا الملف ديالكم ما شفتوش. جبد لينا ورقه كيقرا علينا بان الملف ديال كاريان سنترال راه تسد. واش كاين شي واحد عنده الاستفاده ديالو الملف تسد؟ كيدير هاد السيد هاد الباشا الاول اللي قال لك حقه بالاسم ديال المحكمه وبهادي، راه الملف تسد. كيفاش غيسد ملف وهما الناس باقي ما مستافدينش؟ وماشي غير حنا راه عذاب. حنا ما كنهضروش على مطلقه ولا على امراه عازبه، حنا كنهضروا على عائله، عائله اللي كبيره، عائله كبيره وما لاقينش فين يسكنوا. ما منقولش حقها مولات الكرا، مولات الكرا حقها، وما منقولش حقها توقف على رزقها. حنا ما كنلوموهاش، وتا القايده ديال المقاطعه ما كنلوموهاش، حيت جات في الاخر ما عارفاش هاد كاريان سنترال كيدير، وما عارفاش اشنو فيه. مشينا عند الباشا قال لك شوف الملف تسد وغترجعوا عند دينار 10 في شهر 4 ان شاء الله غيكون حل. جات كورونا ما رجعناش، الوقت اللي تنفست الوقت شويه مشينا عنده، قال لنا ما كنعرفكمش، ما كنعرفكمش، ما تجيوش عندي، وعاد ما نمشيو، عاد وريونا عاد ما نمشيو ونمشيو. الا بغيتونا نمشيو للبحر ديونا للبحر، بغيتونا نمشيو للحبس ديونا للحبس، بغيتونا راه ما عندناش حل الا الزنقه، وغنبقاو في الزنقه حتى ديروا لنا حل. وهذه الرساله كنوجهها وكنعاود نوجهها للملك محمد السادس، وقلت لك لولاد الشعب. راه اي واحد غيتفرج في هذا الفيديو غيشوف هذه العائله واللي كيعرفوها غيدير لك الكومونتير بان هذه العائله متضرره، اننا ما كنكذبوش. حنا كذبونا ملي كنا مع الناس، كنا كنخرجوا مع الناس كنديروا مظاهره، ولكن كذبونا كيقول لك لا امراه عازبه لا امراه مطلقه، وحنا جينا لهم الدليل، جينا لهم العائله كلها بالشخص وخوه، هذا في سن الزواج، الاخر في سن الزواج، الاخر في سن الزواج، ما بغينا حتى حاجه. عطاوهم غير حقهم، سكنوا فيه تجمعوا، عطاوهم بقعه ديالهم ويتجمعوا فيها، وعطاو حق هاد الوليدات اللي بواهم ما بقاش قاد على الكرا، ما بقاش قاد على الكرا، ما بقاش عنده حل. جيت انا بركت معاهم، شي قابلني شي ما قابلنيش، انا ما يمكنش غنعس مع خوت عراق رجاله، غنعس معاهم، غنعس وسط منهم، ما يمكنش. راه اليوم وغدا وبعد غدا بلا بغيت عليك الدم. واش اللي عندي كنقول اللي حس بينا بقى يحس بينا، واللي يقولينا نخلينا من فم الله. الجرح حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.